دايما النادي الاهلي الحقيقه مختلف في تقديمه لاي وافد جديد او اي بالظبط. عنصر بيتم اضافته لسكواد النادي الاهلي، وطبعا بنحييه وبنرحب بيه، وان شاء الله احنا متوقعين منه ومستنيين منه كتير. برضو عايزين نقول لحضراتكم شويه معلومات كده عن مودست. هو بطبيعه الحال فرنسي الجنسيه، طوله 188 سنتي، فمعناها انه بيجيد جدا ضربات الراس، والحقيقه نسبه اهدافه بالراس تخطت ال 57%. هو مهاجم بروسيا دورتموند السابق، ولعب لعده انديه في فرنسا وفي المانيا وفي انجلترا، والحقيقه زي ما الكل اكد انه بيمتلك جميع مميزات المهاجم الفذ، من تسديد ومن سرعه ومن قوه ومن مهاره وبين قدرة استثنائية على الربط بين الأجنحة. عايزين برضو نعرفكم أنه في موسم 2021-2022 سجل 20 هدف برفقة بروسيا دورتموند، منهم 10 أهداف بالرأس، وعلى مشوار تاريخه أو على مدار تاريخه لعب 310 مباراة، سجل خلالهم 187 هدف وصنع 42 هدف، وليه 9 أهداف دولية مع فرنسا. بص يعني هنرجع نقول تاني، لما يبقى لاعب بهذا الحجم جاي من نادي كبير، لعب في فرنسا ولعب في انجلترا ولعب في المانيا ولعب في الصين، فتاكدوا ان احنا بنختار بشكل سليم بغض النظر عن السن تماما. وانا برجع اقول النقطه دي لان ناس كتير اتكلمت على اساسها، فنتمنى ليه كل التوفيق، ونتمنى ان هو كمان يضيف للنادي الاهلي. انت دلوقتي هرجع اقول تاني خط هجومي اكثر من رائع. انت كده عندك خطيه والله خطيه، يعني كل التوفيق ان شاء الله. موسم بص هيبقى قوي، ونتمنى على فكره بالمناسبه انه يبقى موسم قوي، لان في الاول وفي الاخر حتى لو انت دايما رقم واحد، انا عايز يبقى فيه تنافسيه. يعني مش حلو ان انا اقعد افوز من غير ما يبقى فيه تنافس، التنافس ده شيء بيخلي فيه متعه. فحتى لو انا واثق من قدراتي، وحتى لو انا بتاريخ ولغه الارقام انا في حته تانية تماما في الكره المصريه، لكن برضو احب ان انا اشوف فيه تنافسيه، ويبقى فيه ناس حاطه امل ان هي توصل للمكان اللي انا وصلت لها وللارقام اللي انا وصلت لها على مدار تاريخي كله. ده على فكره اعتقد بيبقى ممتع جدا تحديدا لجماهير النادي الاهلي. فنتمنى موسم قوي، بس احنا مؤمنين ان شاء الله الموسم ده كمان على النادي الاهلي هيكون اقوى من الموسم الماضي اللي هو اللي اطلقنا عليه كمان استثنائي، فده ممكن يكون استثنائي اكتر وانجح كمان باذن الله. نتمنى ذلك ونشوف تطوير كمان في الكره.